السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نبدأ واحد سلسلة جديدة اللي هي سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. وكيف ما كنعرفوا كاملين أن اللغة الإنجليزية هي يعني اللغة اللي كيتكلموا بها الناس بزاف في العالم كامل، يعني is the most spoken language in the world، وهي يعني لغة التجارة ولغة السياحة، لغة الاقتصاد كذلك، لغة السياسة، وهي لغة البحث العلمي ولغة الإنترنت. فنقدر نقول بأن الإنجليش is the language of globalization. ولهذا الشيء كامل اللي ذكرناه دابا، فتعلم اللغة الإنجليزية كيبان لي أصبح يعني ضرورة، ماشي اختيار. واللي خصنا نعرفه هو أن كل لغة، يعني كيف ما بغات تكون، سواء اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الإسبانية، والإنجليزية اللي كنتكلموا عليها دابا، عندها أسس وعندهم واحد القواعد اللي كيتبناو عليها. شنو هما هاد الاسس وهاد القواعد ديال اللغه الانجليزيه؟ في اللغه الانجليزيه كاينين اربعه الحوايج اللي خصنا نتعلمو ليهم. اول حاجه هو سبيكين، ثاني حاجه listening، ثالث حاجه رايتين، ورابع حاجه هو الريدين. للاشاره فقط، هاد الترتيب اللي حطيت به هاد الاربعه الاسس ماشي يعني ترتيب، يعني ماشي الرتبه، مثلا سبيكين راه هو الاول ولا الاثنين ولا الاثنين اهم من الرايتين ولا الرايتين، لا يعني فقط هما جاوا هكا عشوائيا وهما عندهم نفس الاهميه كاملين. وكاينه حاجه اخيره اللي غنقول لكم، وهي الحاجه الخامسه اللي كتمكننا اننا نتعلموا هاد الحوايج بربعه اللي ذكرتهم، وهي الجرامر. يعني الجرامر هما القواعد ديال اللغه، هما اللي كنتعلموا بيهم كيفاش نتكلموا وكيفاش نفهموا اللغه. الا شي حد تكلم نعرفوا فاش تكلم، واش مثلا في الباست ولا في البريزنت، ولا نعرفوا شنو هو قال، واش هذيك الكلمه اللي قال واش يعني كانديشن ولا يعني. الجرامر هو لا باز. ولهذا السبب غادي ان شاء الله في هذه السلسله غادي نبازيو على الجرامر بزاف، يعني غادي نحاول نركز على الجرامر، يعني الاغلب ديال الدروس غادي يكونوا على الجرامر. وبطبيعه الحال ما غاديش نساو السبيكين. وواحد النصائح، مثلا سبيكين نقدروا نبراكتيسيوه مثلا مع الناس، مع مثلا في الانترنت دابا ولاو يعني وسائل التواصل الاجتماعي، تقدر تتواصل مع ناس من برا تيهضروا بالانجليش. وبالنسبه للليسنين، يعني حاولوا تمرنوا الاذن ديالكم، يعني تسمعوا مثلا الموسيقى بالانجليش، ولا تتفرجوا في افلام باللغه الانجليزيه، مثلا افلام امريكيه، تسمعوا النيوز بالانجليش. وبالنسبه للرايتين، كيفاش ننميو هاد القدره ديال الرايتين؟ هي نحاولوا نقراو، يعني قد ما قرينا قد ما كنتعلموا نكتبوا. يعني نحاولوا مثلا نقراو واحد التكست، ناخذوا مثلا على سبيل المثال ناخذوا قصص صغيره، يعني بالنسبه للناس المبتدئين شوف هذوك القصص اللي فيهم صفحه ولا جوج صفحات، يعني ديال الاطفال، وتحاول تقراها وتفهمها وتلخصها وتكتب شنو كتعني هذيك القصه، علاش كتهضر، يعني شنو هما الاحداث. وبالنسبه للريدين، يعني راه كيف قلت لكم، يعني تعتمدوا على القصص، وخصوصا القصص ديال الاطفال هما اللي كيساعدوا، القصص اللي كيكون فيهم صور يعني تعاونوا على الفهم. و حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، هي اللي عنده مثلا اللي عنده شي سؤال ولا عنده شي ملاحظه ولا شي تدخل، يخليه لينا في الكومنت، ولا مثلا شي درس اللي ما طرقناش ليه او ما معطيناهش اهميه او نقزناه، فخليو الكومنت ديالكم وخليو التعليق ديالكم، وحنا اكيد ما غاديش ندخلوا عليكم وغادي نديروا هذاك الدرس. وان شاء الله تعالى غادي نحاولوا نرضيو يعني جميع الطبقات العمريه، بما في ذلك يعني الناس ديال البريمير والناس ديال ليسي، ونقدروا نديروا حتى الادفانسد انجلش، يعني اللي شويه نيفو طالع، ولكن ان شاء الله غادي نبقاو غادي خطوه بخطوه غادي نتعلموا هادشي كامل، وفي الاخر غادي يولي جينا هادشي ساهل وبسيط. وباش ما نطولش عليكم، يعني هاد الفيديو كان واحد الملخص ولا واحد التعريف ديال هاد السلسله، وشنو غادي يكون، شنو هما نوع الدروس اللي غادي يكونوا في هاد السلسله ديال تعلم اللغه الانجليزيه. ونخليكم ودوزوا بخير، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الاول، والله يعاونكم.